الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله 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 أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية. اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد أن بلغتنا رمضان. اللهم لك الحمد بالمال والأهل والمعافاة كبت عدونا وأظهرت أمننا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم كما أكرمتنا ببلوغ هذا الشهر المبارك اللهم فاجعلنا فيه من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا من النار. اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي بورما وفي بلاد الشام. اللهم فرج همهم اللهم نفس كربهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم ارحم موتاهم اللهم فك أسراهم اللهم احفظ أموالهم وأعراضهم اللهم اجبر كسرهم وتول أمرهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل دائرة السوء عليهم بقوتك وعزتك وجبروتك يا قوي يا عزيز. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك وارزقه البطانة الصالحة الطيبة المباركة
التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.